إلى أين؟ وحيث أكد برلمانيون وأعضاء من مجلس المحافظة أن اتفاقية قضاء سنجار لم تطبق على الأرض حتى الآن بسبب احتلال القضاء من قبل قوى خارجة عن القانون مدعومة من جهات سياسية وأمنية عراقية. طبعا اتفاقية سنجار منذ عام 2020 ولحد اليوم أنا باعتقادي الشخصي ما راح تطبق هذه الاتفاقية بسبب وجود قوة خارجة عن القانون، قوة غير عراقية محتلة قضاء سنجار، هناك جهات سياسية عراقية وأمنية تدعم بقاء تلك الميليشيات وتلك القوات الغير عراقية وترفض تطبيق اتفاقية سنجار، وهذا ما نؤسف بأن هناك قرار غير عراقي، وشاهدنا قبل أيام اختطاف بناتنا وأخواتنا من العرب وإلى البككة، وثم كيفية القيادية في البككة المرأة تتكلم مع قادة الجيش والحشد والأجهزة الأمنية بهذا الأسلوب. واضح بأن سنجار محتلة وخارج إدارة الدولة العراقية ومحافظة نينوى. اتفاقية سنجار ممتازة على الورقة، ولكن لا توجد على الأرض أي فقرة من فقرات اتفاق ولا حرف منها لحد الآن. الحكومة مقصرة.